صيابة، حبيناها كبار وصغار جامع، احنا اللي على خاطر الكحلة والصفرة للمل ولنقولوا فيه. عام سنة كلنا كابيست، كلنا ابونو. كامباني دابلمون صيابي 2011-2012 برعاية راديو أكسجين اف ام. أحباء الرياضة أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من سبور بلوس. قررت الرابطة والجامعة التونسية لكرة القدم تأجيل المباريات المتأخرة من جولة 15 والجولة 22 واللي كان من المفروض باش تدور من اليوم وغدوة وذلك لأسباب أمنية. ونبقى مع القرارات، الرابطة تجتمع غدوة للنظر في إثارة مستقبل جابس حول مشاركة زهير الدوادي في اللقاء اللي كان يجمع فريق باب جديد بمستقبل جابس وذلك بسبب عدم دفع الخطية المتوجبة عليه. في العقوبات، تجميد نشاط 3 حكام، الحكم سمير الهمامي، مساعد الحكم عادل العدولي والمراقب عبد السلام بوشربية إلى نهاية الموسم الجاري. وفي قضية عبد المؤمن جابو اللاعب وفاق سطيف، مازال موضوع انتداب ومحل صراع بين الإفريقي والترجي وأكيد موضوع للمتابعة. في كرة الطائرة، وضعت القرعة الخاصة بأولمبياد لندن 2012 تونس في مجموعة حديدية تضم كل من البرازيل، الولايات المتحدة، صربيا وألمانيا. من أخبار الكرة الصفراء، حسب التصنيف العالمي الاتحاد الدولي للتنس، مالك الجزيري يرتقي من مركز 94 عالميا للمركز 73، ومالك يتواجد حاليا في بريطانيا وين باش يشارك في دورة كوينز ودورة ويمبلدون وباش يدخل في الجدول النهائي بفضل ترتيبه العالمي. ومعنا ما نقول لك كان برافو يا مالك. في الرياضة العالمية وتحديدا أورو 2012، البارح كان نجح المنتخب الروسي في انتزاع تعادل 8 من أصحاب الأرض البولونية بهدف لكل فريق، والفريق التشيكي فاز على اليونان 2-2. واليوم في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية، اللقاء باش يجمع الخمسة متاع العشية في ملعب خاركيف ومنتخب الدنمارك بالمنتخب البرتغالي، واللقاء الثاني باش يكون مع 8 غربة المنشفت الألماني في مواجهة المنتخب الهولندي. وفي الختام، المدافع الأرجنتيني جابرييل ميليتو يعلن البارح اعتزال اللعب في سن 31، والسبب حسب تصريحاته هو الإرهاق البدني والذهني، وهذا اللي خلاه ياخذ قرار المفاجأ. هكا نكون وصلنا لنهاية نشرتنا، أكثر تفاصيل تلقاها على السيت نتاعنا www.oxygen.fm.